بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس الخامس: خيره وشره، ما يجري من الخير وما يجري من الشر في هذا الكون، فإنه قد قضاه الله وقدره. تؤمن بهذا؟ من لم يؤمن بهذا فإنه ليس بمؤمن بالله عز وجل، وإذا مات وهو ينكر القضاء والقدر فهو من أهل النار، كما جاءت بذلك الأحاديث، وكما يأتي في هذا الباب أن من لم يؤمن بالقضاء والقدر فإنه لم يؤمن بالله، لأنه نفى شيئا من أفعال الله سبحانه وتعالى، وزعم أن الله عاجز وأنه يحدث في ملكه ما لم يقضه ولم يقدره، تعالى الله عن ذلك. فمن لم يؤمن بالقضاء والقدر فهو كافر وعليه وعيد شديد، وإذا مات على ذلك فهو من أهل النار كما في الأحاديث. ولو أنفق مثل أحد ذهبا، إذا لم يؤمن بالقضاء والقدر فإن الله لا يتقبله منه، وإذا مات على هذه العقيدة أحرقه الله بالنار كما في الحديث. والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله علم ما كان وما يكون في علمه الأزلي، علم ذلك، ولا يقع شيء لا يعلمه الله سبحانه وتعالى. والمرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، علمه أولا ثم كتبه في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. كما قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، في كتاب وهو اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلقها ونوجدها، فهي مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل وقوعها وقبل وجودها. المرتبة الثالثة أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى شاء كل شيء وأراده مما قضاه وقدره في اللوح المحفوظ، فلا يقع شيء إلا بإرادة الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يقع في ملكه ما لا يريد. قال تعالى: فعال لما يريد. فلا يقع في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى، وكل شيء يقع فهو بإرادة الله ومشيئته. المرتبة الرابعة أن كل ما يقع في هذا الكون فهو من خلق الله جل وعلا، الله خلقه من خير أو شر، هو خلق الله سبحانه وتعالى، هو خلق الله وهو فعل العباد، فالخير فعل العباد والشر فعل العباد، وهو خلق الله كما قال تعالى: والله خلقكم
وما تعملون، أي وخلق ما تعملون. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فكل ما يجري وكل ما يحدث وكل ما يكون فإنه خلق الله جل وعلا. فلا بد من الإيمان بهذه المراتب كلها: الإيمان بالعلم، علم الله السابق، الإيمان بالكتابة في اللوح المحفوظ، الإيمان بمشيئة الله وإرادته لكل ما يحدث، الإيمان بأن كل ما يحدث فإنه خلق الله سبحانه وتعالى، لا أحد يخلق مع الله عز وجل. ما يكفي الإيمان بمرتبة أو مرتبتين أو ثلاث، حتى لا بد من الإيمان بهذه المراتب الأربع، وهي موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. يعلم ما في السماوات والأرض، هذه مرتبة العلم. إن ذلك في كتاب، هذه مرتبة الكتابة اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير. فهذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. ثم إذا آمنت بالقضاء والقدر وأثبتته كما جاء، فليس معنى ذلك أنك تترك العمل وتقول ما دام أنه مقدر فيكفي القضاء والقدر. إن كان الله يريد أني من أهل الجنة فأنا بدخل الجنة، كان الله يريد أني من أهل النار فأنا بدخل النار، وش قيمة العمل؟ هذا كلام باطل. الله أمرك أن تعمل، ولن تدخل الجنة إلا بعمل، ولا تدخل النار إلا بسبب عملك. والله لا يعذبك على القضاء والقدر، وإنما يعذبك على أعمالك، أو لا ينعمك بالقضاء والقدر، وإنما ينعمك بأعمالك. عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فالثواب والعقاب لا يتعلقان بالقضاء والقدر، وإنما يتعلقان بأفعال العباد. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن كل إنسان مقدر مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ أفلا نتكل على كتابنا؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق، لما كل ميسر لما قدر له. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. شوف، فسنيسره لليسرى يعني الجنة. رتب هذا على أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ولم يرتبه على القضاء والقدر، بل على عمل الحد. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فرتب العسرى وهي النار على أعمال العبد: بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بالجنة والنار، هذا ييسر للعسرى بسبب فعله لا بسبب القضاء والقدر. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل على عمل. ما قال يكفي القضاء والقدر، لابد من عمل، إما خير وإما شر.
ثم أنت أيضا يا من تقول أكتفي بالقضاء والقدر ولا أعمل، ما تثبت على هذا، لأنك إذا مسك الجوع تروح تدور طعام، ما تقول إنسان مقدر لي أن يشبع شبعت لو ما أكلت، تروح تدور طعام، فصار أنه لابد من العمل والحركة. لو ضربك أحد ما تقول هذا قضاء وقدر، بل تطلب الانتقام وتطلب القصاص، ما تقول هذا قضاء وقدر، بل أن تطلب القصاص ممن ظلمه. فكيف تقول أن الجنة والنار ما يحتاج عمل؟ إذا كان الجوع يحتاج عمل وهو طلب الرزق، وكان دفع الظلم عنك يحتاج إلى عمل، ولا تقول إنسان الله مقدر أني بظلم أنا بظلم، ولا ما يصلح هذا، أنت ما ترضى بها. فدل على أنه لا بد من السعي والحركة والعمل، سواء في أمور الآخرة أو في أمور الدنيا. إذا كنت في أمور الدنيا ما تتكل على القضاء والقدر، هذا شيء واضح أظن، ما تتكل على القضاء والقدر في أمور الدنيا، فأمور الآخرة من باب أولى، ما ينفع فيها الاتكال، لا بد من العمل. فليس معنى الإيمان بالقضاء والقدر ترك الأعمال والاعتماد على القضاء والقدر، هذا لا يقوله أحد إلا إنسان مخبول في عقله، حتى في أمور الدنيا ما يحتج بالقضاء والقدر، بل يعمل ويشتغل ويتخذ الوقاية من المكروه، ما يقول والله إنسان الله مقدر لنا الضرر هو يجي، لا، هو يروح يعد العدة لدفع العدو، يلبس الدروع ويبني الحصون ويتخذ السلاح، ولا يتكل على القضاء والقدر، هذا في أمور الدنيا البديهة والفطرة هكذا. فاللي يحتجون بالقضاء والقدر على المعاصي، أو يحتجون بالقضاء والقدر على ترك الفرائض، هؤلاء محجوجون، وهم أنفسهم ما يحتجون بالقضاء والقدر في مصالحهم الدنيوية. ففائدة القضاء والقدر ليس معناه ترك الأعمال، فائدة الإيمان بالقضاء والقدر معناه الصبر على المصائب وعدم الجزع. ولهذا قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ما هي الحكمة؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذه الحكمة في أن الله أخبرنا بأن كل ما يحدث من المصائب أنه في كتاب، في اللوح المحفوظ، علشان أن الإنسان ما يجزع ولا يسخط ويصبر. هذه فائدة الإيمان بالقضاء والقدر، الصبر والاحتساب، وليس معناه ترك العمل، تعطيل الأعمال. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، ما قال اترك ما ينفعك، قال احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. تحتج بالقضاء على المصيبة، تصبر عليه، ما تجزع منها وتتسخط منها. هذا فائدة الإيمان بالقضاء والقدر، الصبر والاحتساب وعدم الجزع والتسخط. نعم. والإيمان بالقضاء والقدر هل ظل فيه طائفتان، ظل فيه طائفتان، طائفة الجبرية وطائفة القدرية من المعتزلة. نعم.
فالجبرية غلت في إثبات القدر ونفت أفعال العباد، يقولون العباد ما لهم أفعال، وإنما هذه أفعال الله وقضاء الله تعالى الله عما يقولون. يقولون الزنا والسرقة والقتل هذه أفعال الله، ما هي أفعال العبد. العبد إنما هو مجبور مثل الآلة أو مثل الريشة تحركها الهواء، ما له فعل أبدا، هذه أفعال الله تعالى الله عما يقولون. إذن ينسب إلى الله الزنا والسرقة وشرب الخمر، هذه أفعال الله يقولون تعالى الله، ما هي بفعل العبد. وكفى بهذا القول شناعة وكفرا. فهي غلت في إثبات القدر ونفت أفعال العباد، قالوا أبدا العباد ما لهم فعل ولا اختيار، وإنما هم مجبرون على ما يفعلون كالآلة التي تتحرك بيد المحرك يشتغل فيها. قابلتهم طائفة القدرية وهم المعتزلة، فغلوا في إثبات أفعال العباد ونفوا القضاء والقدر، وقالوا إن الإنسان عنده حرية كاملة ما لا تعلق بقضاء الله وقدره، فهو يفعل وهو الذي يخلق فعل نفسه، ولم يخلقه الله ولا لله دخل في أفعال العباد. غلوا في إثبات أفعال العباد ونفوا القضاء والقدر عكس الجبرية، على النقيض من الجبرية. الجبرية غلوا في إثبات القضاء والقدر ونفوا أفعال العباد، هؤلاء على العكس غلوا في إثبات أفعال العباد ونفوا القضاء والقدر، ولذلك يسمون بالقدرية لأنهم نفوا القدر، فهم لا يؤمنون بالقضاء والقدر، عندهم نقص ركن من أركان الإيمان هو الإيمان بالقضاء والقدر عند المعتزلة، ما عندهم إيمان بالقضاء والقدر، فهم جحدوا الركن السادس من أركان الإيمان. أهل السنة والجماعة توسطوا كعادتهم، أنهم وسط في جميع الأمور، وسط بين الإفراط والتفريط، وسط بين الغلو والجفاء، فهم أثبتوا القضاء والقدر وأثبتوا أفعال العباد، الاثنين أثبتوا القضاء والقدر كما جاء وأثبتوا أفعال العباد كما جاءت، ولا تناقض بينها، فالله قضى وقدر والعبد يفعل باختياره وإرادته، لكنه لا يخرج عن قضاء الله وقدره، هذا موجب الكتاب والسنة، وهو المذهب الوسط والعدل المتمشي مع الأدلة. هذا حاصل الخلاف في قضية القضاء والقدر. نعم. وقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى، يعني في القضاء والقدر، أن الله قدر لهم الجنة والنجاة من النار، أولئك عنها أي عن النار مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر. هذا فيه إثبات القضاء والقدر، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، أي قدرنا لهم ذلك، هم عملوا ما يسبب لهم دخول الجنة، فأبعدهم الله من النار، أبعدهم الله من النار. وسبب نزول الآية أن الله جل وعلا لما قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون،
لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لما سمع المشركون هذه الآية قالوا نحن نعبد أناسا صالحين، فإذا كانوا معنا في النار فنحن أسهل منهم، إذا كان ما نفعتهم طاعتهم ولا نفعهم، نحن يعبدون المسيح وهو نبي من أنبياء الله، رسول رسول من رسل الله، فإذا كان يصير معهم في النار فإن الأمر يهون كما يقولون، هان عليهم الأمر، يعني يعترضون على أو ينتقدون كلام الله سبحانه وتعالى. إنكم وما تعبدون، ومن جملة ما من يعبدون من دون الله ملائكة ورسل مثل عيسى عليه السلام وأناس صالحون، فكيف يكونون في النار؟ فأنزل الله جل وعلا هذه الآية، إن الذين سبقت لهم، هذا استثناء، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، وهم الأنبياء الملائكة والأنبياء والرسل والصالحون، هؤلاء لا تتناولهم هذه الآية، هذا تخصيص بعد عموم. لما نزلت هذه الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قالوا الحمد لله ما دام إن بيصير معنا المسيح وبيصير معنا الملائكة ومعنا، لأن كل هؤلاء عبدوا مع الله عز وجل، وهم غرضهم من هذا انتقاد كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو، أي عيسى، هو يعني عيسى، وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، لأنه معروف أن نبي الله عيسى والصالحون أن الله تكفل أنهم لا يدخلون النار وإنما يدخلهم الجنة، هم يعرفون هذا، لكن يغالطون باب المغالطة، وما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد، يعني عيسى عليه السلام، أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، وقالوا ولما ضرب ابن مريم مثلا، يعني قالوا إن عيسى يعبد من دون الله هل يكون في النار، مقتضى قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، ما ضربوه لك، قالوا آلهتنا خير، أي الأصنام والشياطين والجن، أهم خير أم عيسى، ما دام عيسى يصير معهم في النار فإذن يهون الأمر، هذا اعتراضهم. الله جل وعلا رد عليهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، عيسى عليه السلام وعزير ومن عبد من دون الله من عباد الله الصالحين، هؤلاء لا يدخلون، مستثنون من ذلك. نعم، الشاهد من الآية الذين سبقت لهم منا الحسنى، هذا فيه إثبات القضاء والقدر. نعم، وقوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، هذا فيه إثبات القضاء والقدر، وكان أمر الله الكوني، أمر الله قسمان، أمر كوني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا الأمر الكوني، والثاني الأمر الشرعي، الأمر الشرعي كالأمر بالصلاة والأمر بالزكاة والأمر ببر الوالدين، هذا أمر شرعي أو كوني، الأمر الكوني لا بد أن يقع، وأما الأمر الشرعي فقد يقع وقد لا يقع، من الناس من يمتثل ومن الناس من يعصي، هذا الفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. وكان أمر الله أي الأمرين، ها؟ الكوني القدر، كان أمر الله قدرا مقدورا، يعني كل ما يجري في هذا الكون فهو مقدر،
نعم، هذا الآية فيها إثبات القدر. نعم. وقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون، أي وخلق ما تعملون، هذا فيه أن أعمال العباد خلق لله سبحانه وتعالى، هي فعلهم وهي خلقه سبحانه وتعالى، يجتمع فيها الأمران أنها خلق الله وأنها فعل العبد. نعم. وهذا فيه رد على المعتزلة الذين ينفون القضاء والقدر ويقول أن العبد يفعل باختياره المطلق الذي ليس لله فيه أي قدر وقضاء. نعم. وقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم، هذا فيه إثبات القضاء والقدر، إن كل شيء، كل شيء خلقناه، كل المخلوقات من خير أو شر فإنه بقدر الله سبحانه وتعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر. فيها أمران، أولاً إن كل ما يحدث فهو خلق الله سبحانه وتعالى، ثانياً أن كل ما يحدث فهو بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه قال وعظمه على الناس. نعم، هذا فيه اثبات ان الله قدر مقادير الخلائق وأن التقدير سابق لخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، هذا فيه إثبات أسبقية القضاء والقدر على حدوث الأشياء وأنها مقدرة قبل وقوعها، أن الأشياء مقدرة في قبل وقوعها. نعم. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وقد قتل مقعده من النار ومقعده من الجنه. قالوا يا رسول الله افلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسيوزر بعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيوزر بعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى متفق عليه. نعم، لما ذكر الشيخ رحمه الله الأدلة على إثبات القضاء والقدر بيّن أنه لا يجوز الاعتماد على القضاء والقدر وترك الأعمال، وإنما يجب على المسلم أن يعمل الأعمال التي تنفعه في الدنيا والآخرة، ولا يقول ما دام أنه مقدر فلا بد أن يقع سواء عملت أو لم أعمل، لا هذا غلط، هذه مغالطة، ما تحصل على شيء إلا بعمل، ما تحصل على شيء إلا بعمل، ما هو بمجرد القضاء والقدر. كما ضربنا لكم المثال إن الإنسان ما يعتمد على القضاء والقدر في أمور الدنيا، فلا يجلس يترك طلب الرزق ويقول اعتمد على القضاء والقدر، ولا يترك الزواج ويقول إنسان الله مقدر لي ذرية فهي تبي تجي بلي زواج، الله رتب أشياء على أسباب، إذا وجدت الأسباب حصلت المسببات بإذن الله عز وجل، وإذا لم توجد الأسباب لم يوجد شيء، فإذا لم يتزوج لا جاءه ذرية سبب هذا. وأيضا ولو لم يخطب ويبحث عن امرأة ما جاء أحد يزوجه بدون
خطبة وبدون سبب وبدون يتعب الإنسان كما ترون يروح يخطب ويتعب وراه ما يجلس البيت ويقول الله إنسان الله مريد إني شيء فيه تبي تدخل علي بدون أني أطلع أو أروح أدور لماذا يتعب نفسه هجل؟ فهو لا يعتمد على القضاء والقدر في أمور الدنيا لأن فطرته تقتضي هذا فكيف يعطل الأعمال الآخرة ويعتمد على القضاء والقدر؟ الشيخ رحمه الله من فقهه لما ذكر أدلة إثبات القضاء والقدر ذكر أدلة إثبات العمل وأن الإنسان لا يترك العمل اعتمادا على القضاء والقدر. لما ذكر للصحابة أن كل واحد مكتوب يعني في اللوح المحفوظ مقعده في الجنة أو مقعده في النار يعني ظنوا أن هذا ما دام أنه مكتوب وأنه من أهل النار فسيكون من أهل النار وما دام أنه مكتوب يتركون العمل. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لهم غلطهم في هذا وأن هذا فهم خاطئ وأن ليس معنى الإيمان بالقضاء والقدر ترك الأعمال بل إن هذا يحث الإنسان على العمل يحث الإنسان على العمل لأن الجنة لا تحصل إلا بعمل والنار ما تسلم منها إلا بترك الأعمال التي تريدك إياها لا بد من عمل. واستدل لهم بالآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فدل على أن دخول الجنة بسبب الأعمال وأن دخول النار بسبب الأعمال لا بسبب القضاء والقدر فقط. فأنت ليس القضاء والقدر هذا من شأن الله أنت لا تدخل في شؤون الله عز وجل ادخل في شؤون نفسك الذي عليك هو العمل وليس الذي عليك هو السؤال عن القضاء والقدر. هذا من شأن الله سبحانه ومن سر الله سبحانه وتعالى لا تبحث فيه أنت ابحث عما كلفت به وهو العمل. إن كنت تريد الجنة اعمل الصالحات إن كنت تريد النجاة من النار اترك المعاصي. فإذا لم تترك المعاصي ولم تعمل الصالحات فأنت الذي عطلت نفسك ولم تحصل على على نتيجة أبدا. نعم. وبعمل أهل الجنة يعملون. ما قال خلقتهم للجنة فهم يدخلون الجنة بل قال وبعمل أهل الجنة يعملون فدل على أن الجنة لا تدخل إلا بعمل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نعم. ثم أرسل الله فاستخرج منه ذرية فقال فلقنا أهل النار وبعمل أهل النار يعملون. شوف وبعمل أهل النار يعملون ما قال خلقتهم للنار وسكت بل قال وبعمل أهل النار يعملون فدل على أنه لا يدخل أحد الجنة إلا بعمل ولا يدخل أحد النار إلا بعمل لا بمجرد القضاء والقدر. هذا واضح من الحديث واضح من الحديث. نعم. فقال عنه يا رسول الله أبي من عمل. نعم. فقال
فقال إن الله إذا خلق العبد من جنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمله من أعمال أهل الجنة فيدخله في الجنة. هذا دليل على أنه لا بد من العمل، ما هو من قضى الله أنه من أهل النار يترك العمل الذي ينجيه من النار، أو من قدر الله أنه من أهل الجنة يترك العمل الذي يسبب له دخول الجنة، فلا بد من العمل، وأن الجنة لا تدخل إلا بعمل الخير والنار تدخل بعمل الشر. نعم. وإذا خلق العبد منها استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمله من أعمال أهل النار فيدخله النار. إذن هذا يدل على أنه لا بد من العمل، وأن النار لا تدخل إلا بعمل أهل النار، والجنة لا تدخل إلا بعمل أهل الجنة، فلا تعطل الأعمال. نعم. إسحاق بن راهوية، هذا عند المحدثين راهوية، راهوية عند النحاة. نعم. وقال إسحاق بن راهوية حدثنا بقيس بن الوليد قال أخبرني الزبيدي محمد بن الوليد الزبيدي قال أخبرني الزبيدي محمد بن الوليد بن سعد بن عبد ربه بن أبي قتادة عن هشام بن حكيم بن زاد أن رجلا قال يا رسول الله أتسنده الأعمى وأبقى النبوة إلى القضاء فقال إن الله لما أخرج الذرية آدم من ضحية لهم على أنفسهم ثم أخار رجل من الميت فقال هؤلاء الجنة وهؤلاء النار فأهل الجنة من السر لعمل أهل الجنة. شوف لا بد من عمل. نعم. الذي قبله هذا يشهد للذي قبله أنه القضاء والقدر هذا حاصل، لكن لا بد من عمل، لا بد من عمل ينجي من النار ويدخل الجنة. نعم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الصادق المنصور إن أحدكم يجمع قلبه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك. نطفة يعني مني، الأربعين الأولى نطفة يعني مني، يقذفه الرجل في رحم المرأة يبقى مني 40 يوما، ثم بعد 40 يتحول إلى شيء آخر، تحول إلى علقة، إلى دم، تحول المني بقدرة الله إلى دم، 40 يوم هو دم، ثم إذا كمل 40 الثانية تحول إلى لحم، الدم يتحول إلى لحم، مضغة يعني قطعة لحم، المضغة دي فيها تركيب الإنسان، فيها العروق وفيها السمع والبصر وفيها الأعضاء وفيها العصب وفيها العظام وفيها تراكيب الإنسان في هذه المضغة. نعم. ثم في 40 الأخيرة، 40 الرابعة تنفخ فيه الروح، يأتيه الملك ينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بأربع كلمات، الملك الذي ينفخ فيه الروح يؤمر بأربع كلمات، يكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. كتاب، هذه كتابة خاصة غير الكتابة اللي في اللوح المحفوظ، هذه كتابة مأخوذة من اللوح المحفوظ، كتابة خاصة، وكتابة اللوح المحفوظ كتابة عامة، فهناك كتابة عامة وكتابات خاصة، منها هذه ومنها ما يأتي في ليلة القدر وما يأتي في كل يوم من الأيام،
هذه كتابات خاصة منقولة من اللوح المحفوظ. نعم. ثم يكون ورقة من الماء. العلقة قطعة اللحم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما ثم كسونا العظام لحما. هذا تفصيلها في سورة المؤمنون، تفصيل هذه الأمور في سورة المؤمنون. نعم. من سلالة من طين يعني آدم عليه السلام، ثم جعلناه نطفة، هذا المني الذي يكون من بني آدم، من آدم ومن بني، لأن آدم له زوجها وبنوا لهم، فالمني يكون من الرجال في أرحام النساء، نطفة في قرار متين. ما هو القرار المتين؟ رحم المرأة ثابت ما يتغير، وهذه النطفة مستقرة فيه، ما تطيح ولا تضطرب ولا ثبتها الله فيه في قرار متين. ثم خلقنا النطفة يعني المني علقة يعني دم يعلق باليد، ثم خلقنا العلقة، شوف جاء بثم التي للتراخي، يعني كل حالة كل طور له 40 يوم، هم على طول من يتنقل، بل هو بالتراخي. ثم خلقنا العلقة مضغة، ثم خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم. ثم يكون مضغة من الأنام يعني 40 يوم. نعم. ثم يبعث الله إليها لم يرضى الأدماء، الملك الذي ينفخ فيه الروح، ينفخ فيه الروح، في الأول ما فيه روح، إذا نفخت فيه الروح يحيا ويتحرك، ولذلك يتحرك الحمل في الشهر متى؟ الشهر الرابع. نعم. نعم، مع نفخ الروح فيه يكتب ما يجري عليه، هذه كتابة خاصة بالنسبة لكل فرد، كتابة خاصة بالنسبة لكل فرد من بني آدم، والذي في اللوح المحفوظ هذا عام للجميع. نعم، فلا تعارض بين الكتابات، كتابة عامة وكتابة سابقة لخلق السماوات والأرض، كتابة خاصة هذه تتكرر بإذن الله في إلى آخر الخليقة، وهي تتكرر مع كل مولود. نعم. ينفخ الملك، ينفخ فيه الروح. نعم. ونفخ فيه من روحه، من روح الله عز وجل، والروح هذه مخلوقة، إضافتها إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه، هي من صفات الله عز وجل، وإنما معنى قوله من روحه أي روحه المخلوقة له سبحانه وتعالى. نعم. إذا قدر أنه أهل النار فلا بد أن يعمل بعمل أهل النار، إما في كل عمره، إما في كل عمره وهو من أهل المعاصي وأهل الكفر ويموت على هذا، وإما بأن يختم له بعمل أهل النار فسوء خاتمته فيدخل النار، أو العكس يعمل بعمل أهل النار كل عمره ثم يختم له بعمل صالح فيكون من أهل الجنة، الأعمال بالخواتيم. ففي هذا مسألتان، المسألة الأولى أنه لا بد من العمل، والمسألة الثانية أن الأعمال بالخواتيم، ولذلك لا تشهد لأحد بجنة أو نار وأنت لا تعلم، لا تشهد لأحد، ما تدري وش ختم له،
لا تشهد لأنك ما تدري ما يختم له، هذا في علم الله سبحانه وتعالى، لكن ترجو لأهل الخير وتخاف على أهل الشر. نعم، يعني هذا الحديث، هذا حديث عظيم، فيه أولا قدرة الله جل وعلا في خلق هذا الإنسان ونقله من طور إلى طور، ثانيا فيه إثبات القضاء والقدر، لأن الملك يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا فيه إثبات القضاء والقدر. ثالثا فيه أن الجنة والنار لا يدخلان إلا بعمل، يعمل بعمل أهل النار فيدخل، يعمل بعمل أهل الجنة فيدخل، ما يدخل بدون عمل ولو قليل، ولو عمل قليل إذا ختم له بعمل صالح دخل الجنة، وله قليل لو بلحظة واحدة، عمل أهل النار يرتد والعياذ بالله، ولو بلحظة يموت وهو على الردة يكون من أهل النار. نعم، وفيه أن الأعمال بالخواتيم، الإنسان ما يغتر بصلاحه واستقامته بل يخاف من سوء الخاتمة، والعاصي لا يقنط من رحمة الله بل يرجو حسن الخاتمة ويسأل الله حسن الخاتمة. وفيه أنه لا يشهد لأحد بجنة أو نار، وإنما يرجى للمحسنين ويخاف على المسيئين، أما الشهادة فلا بد فيها من خبر المعصوم صلى الله عليه وسلم، إن هذا من أهل النار أو هذا من أهل الجنة. نعم. عمل، شوف، لا بد من عمل، بدون عمل ما يحصل على الجنة ولا ينجو من النار بدون عمل. وفي هذا رد على المرجئة اللي يقولون إنه من صدق بقلبه وآمن بقلبه ولو لم يعمل شيء هم من أهل الجنة، لا، ما هم من أهل الجنة إلا بعمل، العمل هو الإيمان. نعم. وعن حذيفة بن عبيد رضي الله عنه يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على الجنة بعد ما تفتته بالرقم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة، فيقول: يا رب أشقيه من متعين، فيكتبى فيقول: يا رب ألك والنار منا، فيكتبى ويكتب عمله وأثره وأجره، ويكتب عمله وعمله وأجله وإنفاقه، ثم توضؤه فلا يزال فيها ولا ينفض وراءه منه. هذا مثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه في أن الملك يدخل على الجنين في بطن أمه، والله قادر على كل شيء، ملك من الملائكة يدخل في بطن امرأة، يدخل في رحم امرأة، بطن امرأة، الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، فيسأل ربه، هذا فيها أنه لا يعلم الغيب إلا الله، حتى الملائكة ما يعلمون الغيب، يسأل ربه ماذا يكتب، فالله جل وعلا يخبره ماذا يكتب، فيها أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وفيه إثبات القضاء والقدر، وفيه أنه لا بد من العمل، يكتب عمله، لا بد من عمل. نعم. وفي طريق المسلم عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهاز سبيل من الأنصار، فقلت: قربا اصبروا من عصاتي في الجنة لم يعمل سوءا ولم يدرك، فقال: أغير ذلك يا عائشة، إن الله خلق في الجنة أهلا، خلق منها هم في أصنام آبائهم، وخلق منها لأهلا، خلق منها هم في أصنام آبائهم.
نعم، هذا فيه أنه لا يشهد لأحد بالجنة إلا بدليل، لا يشهد لأحد بالجنة أو بالنار إلا بدليل. عائشة قالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة، شهدت له. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها هذه الشهادة، لا يشهد لأحد بالجنة، لا كبير ولا صغير، لا يشهد لأحد بالجنة. أما قضية الأطفال وماذا يكون مصيرهم في الآخرة، فأطفال المؤمنين تبع لآبائهم في الجنة، أفراد في الجنة. وأما أطفال الكفار فهؤلاء موضع خلاف بين العلماء، ثم يقول إنهم من أهل النار تبع لآبائهم، ومنهم من يقول إنهم من أهل الجنة لأنهم لم يعملوا عمل أهل النار فهم من أهل الجنة، ومنهم من يقول إنهم يرسل إليهم رسول يوم القيامة، يرسل إليهم رسول فيدعوهم، فمن آمن دخل الجنة ومن كفر دخل النار. والصحيح القول الأخير وهو الصحيح التوقف في هذا الأمر، وأن هذا موكول إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، فهو أعلم بهم وبمصيرهم، وينتهي علمنا عند ذلك، إنما ندري. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجل والكيس. رواه مسلم. نعم، كل شيء بقدر، هذا فيه إثبات القدر، كل شيء لا يخرج شيء عن القدر، حتى العاجز، كون الإنسان يترك العمل عجزا هذا مقدر عليه، مخذل، كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. والكيس وهو الحزم على العمل الصالح، وهذا ما مكتوب في اللوح المحفوظ، مقدر عليه انه يعمل ويصير حازم، او انه يهمل ويتكاسل. نعم، فدل ايضا على ان العجز هو من فعل العبد، والكيس من فعل العبد. نعم. وعن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هذا التقدير الحولي، سبق التقدير العمري في بطن الأم، هذا يسمى التقدير العمري. الثاني التقدير الحولي، وهو ما يحصل في ليلة القدر، وهي في من ليالي رمضان، قال الله جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، حتى مطلع سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه ليلة القدر يقدر فيها ما يجري في السنة من حياة وموت وقحط وخصب وغنى وفقر وغير ذلك، هذا يقدر في ليلة، وهو مأخوذ من القدر السابق ومن الكتاب السابق في اللوح المحفوظ. هذا التقدير الحولي، وهو تقدير خاص، وهو عام لجميع الخلق ما يجري عليهم في الحول. نعم. قال يقضى فيها ما يكون في السنة، يقدر فيها ما يكون في السنة، وهو أخذ من التقدير العام. نعم. قال الله عن ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما: قسم وابي عبد الرحمن بن ابي وسعيد بن جبير وقطعات. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن رضي الله عنهما قال: ان الله خلق لوحا محفوظا من دوره بيضاء تثبت من يقول ان الله
هذا التقدير اليومي، هذا التقدير اليومي بعد التقدير بعد التقدير السنوي. أولا التقدير العمري، ثانيا التقدير السنوي، ثالثا التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن. وجاء تفسير ذلك في الحديث الذي سمعته أن الله ينظر في اللوح المكتوب فيدبر ما يشاء سبحانه وتعالى، ويقضي ما يشاء، ويخلق ويرزق ويدبر كل يوم إذا نظر إلى اللوح المحفوظ. هذا تقدير خاص أيضا، تقدير خاص من التقدير العام. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الاحاديث وما في معناها، هذا ابن القيم رحمه الله ذكر هذه الاحاديث وعلق عليها في كتابه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل. نعم. وقال ابن هذا تقدير يومي، والذي قبله تقدير حولي، والذي قبله تقدير عمري. هذا أخذه ابن القيم من مجموع الأحاديث. نعم أعده. فهذا تقدير يومي اللي هو كل يوم هو في شأن. نعم. والذي قبله تقدير عمري، إن فيها يفرق كل أمر حكيم، هذا تقدير حولي. نعم. والذي قبله تقدير عمري، وهو ما يكتب على الجنين في بطن أمه، تقدير عمري. نعم. عند تعلق النفس. نعم. والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مطلقا، تخليقه. والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مطلقا. نعم. الحديث اللي بعد حديث ابن مسعود هذا قبل وهو مضغة، أما حديث ابن مسعود فهذا عندما تنفخ فيه الروح. نعم. والذي قبله تقدير سابق على وجود، الذي قبله التقدير العام سابق على وجود المخلوقات وهو ما كان في اللوح المحفوظ. نعم. لكن بعد خلق السماوات والأرض. نعم. والذي قبله تقديم سابق على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. صار اللي قبله يعني ما أخذه الله من ظهر آدم، وقال هؤلاء إلى الجنة، وهذا تقدير بعد خلق السماوات والأرض حين خلق آدم عليه السلام. والذي قبله النهائي هذا التقدير العام. فابن القيم رحمه الله رتب مدلولات هذه الأحاديث هذا الترتيب الدقيق العجيب. نعم. أعده هذا مفيد جدا. نعم. قال ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها. نعم. وقال هذا تقدير يومي، هذا كل يوم هو في شأن. نعم. والذي قبله تقدير قوي، فيها يفرق كل أمر حكيم، ليلة القدر. نعم. والذي قبله تقدير عمري، وهو ما يكتب على الجنين في بطن أمه. نعم. والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة، يعني باختلاف الحديثين حديث ابن مسعود والذي بعده. نعم. والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض، وهذا حديث آدم حينما أخذ الله من ظهره ذريته وقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. نعم. هذا بعد خلق السماوات والأرض، لأن خلق آدم متأخر عن خلق السماوات والأرض. نعم. والذي قبله
والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهو التقدير العام المكتوب في اللوح المحفوظ. نعم. وكل واحد من هذه التقادير بالتفصيل من التقدير السابق، كل واحد من هذه التقادير التي بعد اللوح المحفوظ تفاصيل لما في اللوح المحفوظ. نعم. وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته. لا شك ان هذه التقادير الدقيقة التي لا تتخلف ابدا، هذا دليل على علم الرب وقدرته سبحانه وتعالى. نعم. وزيادة تعليمه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه. نعم، وأن الله أظهر هذا لعباده ليتعرفوا عليه ويتتعلق رغبتهم في الله عز وجل فيخافون منه ويرجونه ويعبدوه ويعبدونه. نعم، عرفهم بهذه الأمور من أجل أن يعرفوا ربهم سبحانه وتعالى، فهو من مصلحتهم إطلاعكم على هذه التقادير وأنواعها في القرآن وفي الأحاديث، هو من مصلحتكم من أجل أن تعرفوا ربكم سبحانه وتعالى، تعرفوا قضاءه وقدره وتدبيراته وأحكامه، فتكونون على بصيرة، ما تكونون كالبهائم التي لا تدري لماذا خلقت. و نعم. ثم قال: فالتفت هذه الاحاديث ونظائرها على ان القدر السابق لا يمنع العمل. نعم، هذا كلام ابن القيم رحمه الله. كل الاحاديث يجي فيها ذكر العمل، فدل على ان التقادير لا تكفي عن العمل، لا بد من العمل. ولذلك أعطاك الله القدرة والمشيئة والاختيار، وبين لك الخير من الشر من أجل أن تعمل، ما هم من أجل أن تطلع فقط، بل من أجل أن تعمل وتحتاط لنفسك، تستعد لنفسك، فهذا من لطف الله بك. نعم. ولا يوجب الاتكال عليهم، ولا يوجب الاتكال على القدر كما يقوله الضلال. نعم. بل يوجب الجد والاجتهاد، بل يوجب على الإنسان إذا عرف هذه الأشياء أنه يجتهد في العمل الصالح ويتجنب العمل السيء. نعم. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما كنت في أشد اجتهادا منه تعالى. شوف فقه الصحابة، لما عرفوا هذا زاد اجتهادهم في العمل، ما تكاسلوا واتكلوا على القضاء والقدر. نعم. وقال أبو عثمان المهدي لسلمان: لا أنا بأول هذا الأمر أشد خوفا مني بآخره. نعم. وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقا وهيأه ويسره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي منها. نعم. فضيلة الشيخ صلى الله عليه وسلم، من الفرق بين القضاء والقدر ومحكم الاحتجاج بالقدر على القضاء؟ على ايش؟ احتجاج؟ محكم الاحتجاج بالقدر على القضاء كما اختلف به آدم عليه السلام على موسى. القضاء والقدر، القضاء هو الحكم، القضاء هو الحكم، والقدر هو الإحاطة بمقادير الأشياء ومواقيتها، بينهما فرق. القضاء هو الحكم السابق، حكم الله بوقوع الأشياء من أول الخلق إلى آخره، حكم قدري. وأما القدر فهو إحاطة الله بمقادير هذه المحكومات وأزمنتها ووقت وقوعها
كما قال سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم. الاحتجاج على الخطأ لا يجوز، الاحتجاج للقدر على الخطأ لا يجوز. المخطئ يستغفر ويتوب ولا يحتج بالقضاء والقدر، إنما يحتج بالقضاء والقدر على المصائب التي ليس للإنسان فيها تصرف، جرت عليه بدون اختياره وبدون فعله، إنما هي فعل الله فيه. فالإنسان ليس له اختيار ولا فعل في المصائب، إنما هي فعل الله جل وعلا. أما المعاصي فهي فعله هو، هي فعله هو وكسبه هو، فيتوب إلى الله ولا يحتج بالقضاء والقدر. لو كان الاحتجاج بالقضاء والقدر ينفع لنفع إبليس، قال رب بما أغويتني، الاحتجاج على الله بالقضاء والقدر ولم ينفعه ذلك. وآدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الخطأ، وإنما احتج به على المصيبة وهي إخراجه من الجنة، لأن موسى عليه السلام قال له: لما أخرجتنا من الجنة؟ يقول لآدم عليه السلام، فآدم احتج عليه بالقضاء والقدر، لأن الخروج من الجنة مصيبة وهي بقضاء الله وقدره. أما الذنب الذي وقع منه عليه السلام فإنه تاب منه وتاب الله عليه، ولا يمكن موسى يسأل عن شيء تاب منه وغفره الله له، ما يمكن هذا. نعم. السلام عليكم. ذكرت الحديث عن الله بن مسعود من بلد يوم جمعة بعد أربعة أشهر، وذكر بعده حديث حديث بن زيد أن الملك يذكر عن نصف بعض الصدقة لأربعين أو خمسة وأربعين ليلة تقريبا الجمعة. الله أعلم، لكن حديث ابن مسعود لا شك أنه صح من ناحية الصحة، وثانيا لا مانع أنه يكون هناك دخولان للملك، دخولان للملك. نعم، إذا صح حديث ابن أسيد. نعم، حذيفة ابن أسيد. نعم. رحمه الله. المقصود من كلمة استعمله لعن وفقه أو غير ذلك، وما هو السبيل لتوحيد الله سبحانه وتعالى؟ استعمله وفقه، استعمله وفقه للعمل الصالح، هذا معنى استعمله. نعم. رحمكم الله. ما رأي فضيلتكم في من يقول أن الكفار لا يخلدون في النار خلودا أبديا سرمديا، ولكن الله يخرجهم من النار، ونسب هذا القول لابن القيم رحمه الله؟ وش أدريه؟ هذه من أمور الآخرة ما نتدخل فيها. الله أخبر بأن أهل النار خالدين فيها، وأن أهل الجنة خالدون فيها. نحن لا نتدخل ونحد للنار حد تنتهي إليه بدون علم. وما نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه اجتهاد منه، إن ثبت هذا فهو اجتهاد منه رحمه الله ولا يوافق عليه، إن ثبت هذا. وأما ابن القيم فلم يثبت عنه أنه قال هذا القول، وهو متردد، تارة يقول وتارة ينفي في كتبه. وعلى كل حال حنا ما نبحث هذه الجزئيات، إذا حصل غلط من بعض العلماء نترحم عليه ونستغفر له، ولا نروح نبعث هذه الأخطاء وننشرها على الناس. لكن هنا ناس أعدى لشيخ الإسلام بن تيمية، فهم يبحثون عن خطأ جزئي يسير ويغمرون ما عنده من الحسنات وما عنده من الخيرات وما عنده من النفع للمسلمين، يغمرون كل هذه الأشياء ويدورون خطأ بسيط. هذا بسبب الهوى، سبب الهوى اللي يبحثون هالأمور، ما يحبون شيخ الإسلام ويدورون عليه الأشياء التي، لكن هذا لا ينقص من قدره أبدا. كفى المرأة نبلا أن تعد معائبه كما يقول الشاعر، فلا هذا لا ينقص من قدر شيخ الإسلام إذا ثبت، لأنه بشر
البشر يخطي ويصيب، لكن له من الحسنات والمقامات ونصر الإسلام والمسلمين وقمع الملاحدة والمبتدعين والمشركين ما يغطي هذا الخطأ الجزئي البسيط. نعم. السلام عليكم فضيلة الشيخ، حديث الجنازتان التي مضى الرسول صلى الله عليه وسلم فأثنوا على الأولى الظهر والثانية الشمس، قال صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت. إيه نعم، أنتم شهداء الله في أرضه، فإذا شهد له الصالحون فهذا دليل على سعادته، وإذا شهدوا عليه فهذا دليل على شقاوته، لأن الله جل وعلا يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم، لأنهم ما شهدوا عليه لهم خابرين أعماله وخابرين شره وخابرين أو خابرين أعماله الصالحة وخيره، ما هي بشهادة هوى. نعم، يشهدون بما علموا من حاله. نعم. تعوكم الله من حق بين الاتكال والتوكل، وهل إذا حقي أولاً فهذه متكل عليه جائز أم لا؟ لا، ما يجوز التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولكن تقول ترى يموكلك أنت وكيلي، توكيل جائز، أما التوكل هذا لا يكون إلا لله سبحانه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. توكل من أعظم أنواع العبادة، فاعبده وتوكل عليه. نعم، وعلى الله فتوكلوا، هذا حصر، يحصر التوكل على الله، لا يجوز التوكل على غير الله، أما التوكيل هذا جائز لا بأس. نعم. التوكل والتوكيل والاتكال. التوكل والاتكال، التوكل هذا من أعظم أنواع العبادة، أما الاتكال هذا لا يجوز، الاتكال على الناس أو على الأعمال يتكل عليها دون الله سبحانه وتعالى هذا لا يجوز. نعم، الاتكال والتوكل بمعنى واحد، كله لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لا تتكل إلا على الله، هذه لغة عامية، مسألة الاتكال فيما أعلم أو فيما أظن أنه ما هو بعربي، هذا الاتكال هذا لفظ عامي دارج، إنما التوكل هو. نعم. أتابكم الله، ما رأيكم فضيلتكم فيما يشتغل بمجال العلمي من القرآن وذلك في مجال خلق الله جل وعلا؟ نعم، ما رأيكم فيما يشتغل بالإعجاز العلمي من القرآن وذلك في مجال خلق الله؟ القرآن لا يفسر بالنظريات الحديثة كالطب وغير ذلك، ما يفسر القرآن بالنظريات الحديثة، لأن النظريات تخطئ وتصيب تتغير، وهي أفكار عباد مخلوقين تتغير، فلا تكون تفسيرا للقرآن. القرآن لا يفسر إلا بوجوه التفسير الأربعة المعروفة، إما بالقرآن، فسر القرآن بالقرآن، أو يفسر القرآن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بأقوال الصحابة، أو بأقوال التابعين، ما عدا ذلك لا يفسر القرآن بالإعجاز العلمي كما يقولون، لأن هذا قول على الله بغير علم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب. نعم. الحديث من أحب أن يصبره برزقه ونصره له بأدعي فليصبر له، فهذا المقصود؟ هذا أسباب، هذه أسباب، هناك مقادير مقدرة على أسباب، إن حصلت حصل المسبب، وإن لم تحصل لم يحصل المسبب، فطول طول العمر هذا بسبب صلة الرحم، إن حصلت صلة الرحم
طال العمر، وإن لم تحصل لم يطول العمر، هذا مقدر على سبب، هذا قول. والقول الثاني أن معنى طول العمر أن الله يبارك فيه، طال عمره يعني بارك الله فيه ونفعه عمره، ليس معناه الطول الحقيقي، وإنما هو الطول المعنوي وهو حصول البركة في عمره وإن كان قليلا. نعم. صلى الله عليكم. ما صحة الحديث أن أولاد المسلمين قدموا لأهل الجنة؟ والله ما أعرف هذا، ما أدري. نعم. في ابن القيم كلام في طبقات المكلفين في سفر الهجرتين، راجعون وتشوفون. نعم. الحديث ان احدكم معتقه في بطن امه 40 يوما، قال احد المشايخ ان كلمه تفصل ضعيفه في الحديث. هو اللي ضعيف، اللي يقول الكلام هذا هو اللي ضعيف. نعم. ولا يعرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول على الله بغير علم. نعم. سبحان الله. يقول طفل دهس طفلا آخر في سيارة ولعن كبيرا فصار نعم. عليه كفارة. نعم. يقول طفل دهس طفلا آخر في سيارة ولعن كبيرا فصار رجلا عليه كفارة. ليس عليه كفارة لأنه غير مكلف، ولكن عليه الدية، على عاقلته الدية، هذه للورثة لا تسقط إلا بعفوهم تنازلهم عنها. أما الكفارة فليس عليه كفارة لأنه غير مكلف وقت الحادث. نعم. من المقصود بالحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء. نعم، هذا مثل ما صلة الرحم، أن سبب الدعاء سبب لرد القضاء، سبب من الأسباب، فالله قدر إنها إنسان هذا ما دعا أنه يحصل عليه كذا وكذا، وإن دعا لا يحصل عليه، فهو من الأسباب. نعم، هناك أشياء مقدرة على أسباب، إن حصلت الأسباب حصلت المقدرات، وإن لم تحصل الأسباب لم تحصل المقدرات. نعم. قال الله قمت باستخدام الصمم، ولكن بقي في يدي شيء قليل لا يكاد يرى وقمت بالوضوء عليه، لانه لم يظهر مني من يدي، هل عليه شيء؟ فاذا كان انه يمنع وصول الماء الى الجلد فلا بد من ازالته، ولا يصح الوضوء الا بازالته. اما اذا كان ما يمنع من وصول الماء لانه شيء يسير جدا، أو إنه شيء غير متجمد ينفذه الماء، فلا يؤثر هذا على الوضوء. نعم. الله وجد في حينا مسجد معمر من قبل كعبتين ولا له الماء ولا مسجد. نعم. يقول وجد في حينا مسجد معمر من قبل كعبتين ولا له الماء ولا مسجد، ويقوم أحد أصحابه بالأذان والإمامة مبتسم، عمله في المسجد عمل خير يثاب عليه إن شاء الله، أما حلقه للحيته وإسباله للثوب هذه يعاقب عليها، هذه معاصي، فهو يعاقب على المعاصي ويثاب على الطاعات لأنه مؤمن، ليس أقول ما تخرجه معاصيه من الإيمان، فيكتب له الحسنات ويثاب عليها، ويكتب عليه السيئات ويعاقب عليها إذا شاء الله سبحانه وتعالى. والمسجد اذهبوا إلى مكتب الأوقاف شؤون المساجد يعينون له إمام ومؤذن، هناك جهة حكومية ولله الحمد تقوم بهذا العمل، اذهبوا إليها. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.